السلام عليكم، نتمنىكم بخير وعلى خير وبكامل الصحه والعافيه. من الوصفات اللي طلبتوها مني جميع اليوم غادي نوجلو الجرانولا اولا الميسيلي للوليدات ديالنا ولينا حنا كاملين، فكيجي غزال بزاف بزاف، والاهم انكم موجوده في البيت وعارفه اشنو فيه، فتتعطيو الوليدات ديالكم مع الحليب اولا هكا مع الياغورت كيجي رائع بزاف، وممكن غير هكا كياكلوه الوليدات راه زوين بزاف بزاف. فتابعوا معايا المقادير وطريقه التحضير باذن الله. فكل ما غادي نحتاجه غادي ناخذ واحد، هنا درت واحد قصريه وغادي ندير فيها 500 غرام ديال الشوفان اللي تكون هكا الرقائق ديالو كبيره ماشي داك الصغير، لان الا درتو داك الصغير كيتحرق دغيا في الفران وما كيجيش حتى مواتي مع المكسرات اللي غادي نديرو. هذا بالنسبه للشوفان. غادي ندوزو دابا المكسرات اللي عندي. فهنا غادي ناخذ الهاشواغ درت فيها 100 غرام ديال الاكاجو. المهم اللي بغيتو تنقصوها وتزيدوها وما عندكمش ممكن ما ديروهاش. 100 غرام ديال اللوز، 100 غرام ديال القرقاع، و 100 غرام ديال النوازيت. فممكن تزيدو كاوكاو، ممكن تزيدو صنوبر حتى هو كيجي زوين. فدرتهم في الهاشواغ وغادي نهرمشهم يبقاو غلاض شويه. هنا كيف غادي تشوفوا معايا من بعد ما هرمشتهم، فغادي نزيدهم على هذوك الرقائق ديال الشوفان. بالنسبه للمكسرات الشوفان راه كلشي خضر لان حنا غادي نحمروا كلشي في الفران، فغادي نخلطهم مع بعضياتهم. هنا لقيت شي حبات ديال اللوز بقاو ليا كبار بزاف، فغادي نحاول معاهم بالسكين غير هكا نقطعهم، خاص يكونوش ما يكونوش صحيح كبير بزاف. صافي هنايا غادي نضيف 50 غرام ديال الزريعه القرعه حمراء، 50 غرام ديال الزريعه ديال نوار الشمس، 50 غرام ديال الزنجلان الابيض. هنا درت تقريبا واحد 50 غرام ديال اللوز ايفيليدا لقيتو عندي في الكونجيلاتور وانا نجبدو، و 100 غرام ديال الزنجلان البلدي العادي. غادي نخلط هاد المكونات كلها مع بعضياتها مزيان. صافي دابا شنو غادي نضيف ليهم؟ غادي نضيف ليهم زيت الزيتون تقريبا واحد 3 المعالق كبار ديال زيت الزيتون. اللي بغى ما يديرش زيت الزيتون ما ننصحكمش ديروا الزيت العاديه، ديروا زيت الكوك اللي خاص بالاكل. هنا غادي نضيف تقريبا واحد نص كاس عنبه ديال العسل ويكون النوعيه الجيده، انا هنا درت عسل الخروب. صافي غادي نخلط هاد المكونات مزيان مع بعضياتهم. خاص ويتلبسوا ليا دوك المكسرات والحبوب اللي درت وداك الشوفان مزيان بداك العسل وزيت الزيتون، يتلبسوا مزيان. عرفتو كي جاجه بنين 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 بزاف هاد الجرانولا، فبغيتكم تجربوها وتردوا عليا الخبار. فكنشريوها من المحلات ولكن راه ما تيكونش فيها داكشي بحال هكايا القوام زوين وصحي اكثر، فكيكونوا مكثرين الشوفان بزاف على المكسرات. هنا غادي ناخد حبوب شيا وحبوب الكينوا، درت 3 المعالق 3 المعالق ورقدتهم في ديك الزليفه ديال الماء حتى تنقعوا ليا وتنفخوا، خاصهم ضروري هاد العمليه يرطابوا عاد ممكن نخدموا بهم عاد نديرهم، لانهم الا درتهم قاصحين ودخلتهم في الفران غادي يكرموا. ضروري انكم تنقعوهم في الماء. صافي وغادي نعاود نخلطهم مع باقي المكونات كيف كتشوفوا.
من بعد ما خلطتهم مزيان صافي وكل شيء تخلط مع بعضياته، خديت الطاوه ديال الفران. فهاد الاثناء انا راه درت الفران ديالي كيسخن على 150 درجه، النار شاعله من الفوق ومن التحت. هنا غادي نسرحوا في الطاوه اللي غادي تدخل الفران، ما مدهونه ما والو، وغادي ندويو على طريقه الطياب باش يكون ناجح معكم وما يتحرقش لكم هاد الميتيلي ولا الجرانولا اللي غادي توجدوا مع في البيوت ديالكم. فكل شيء في طريقه الطياب، كتوجدوا كل شيء، ولا ما حضيتوش معاه في الطياب راه يقدر يتحرق لكم، لانه الشوفان حساس وكاع المكسرات كنعرفوها حساسه ودغيا كتحمر. هنا انا راني نسيت ما درتش السكر الفاني، حتى بغيت ندخله الفران وتفكرت راه ما درتش الفانيلا. هنا درت الفاني بودر شاريها بالعبار 5 دراهم، درت النصف ديالها صافي، وكتخلطوها مزيان مزيان وتدخلوا كل شيء الفران. بالنسبه للطريقه ديال الطياب، كيف قلت لكم الفران يكون سخون على 150 درجه، النار شاعله من الفوق ومن التحت، ولكن من تدخلوها الفران غادي تحسبوا كل 15 دقيقه تحلوا الفران وتبداو تقلبوا فيه بحال هكا وترجعوه للفران حتى يتحمر وياخذ لينا هذا اللون الذهبي وزوين بزاف بزاف. هنا من بعد ما هانتو شوفوا راه خليته تا برد، فحرصوا على طريقه الطياب ان كيف قلت لكم كل 15 دقيقه حلوا الفران وبداو تقلبوا فيه بشي سباتولا باش هذاك الشيء اللي لتحت يطلع للفوق، اللي الفوق يهبط لتحت، وهكا يجي كله طايب ومقاد في الطياب. صافي هنايا ها هو برد تماما. غادي نزيد عليهم دابا بعض الاضافات، لا بغيتو تضيفوها هو هذاك، ما بغيتوش بلاش. فخديت الشوكولات كوكيز النوع الجيد، الزبيب الاسود، الزبيب الابيض، وحتى المشماش اليابس مقطع حتى هو طريفات صغار صافي. وغادي نخلط كل شيء مع بعضياته، وغراك عطى كميه كثيره هاد المكونات ولدي جا بغا يدوق. فهاد المكونات اللي درت، هاد العبار اللي عطيتكم بالضبط، خرج ليا تقريبا 2 كيلو و400 غرام ديال الجرانولا. بغيتو تنقصوا من الكميه نتوما نقصوا، انا درت كميه وغادي نديرها في قريعات، راه تيبقى مده طويله، ولكن هذا راه ما تيخليوش ليا انا في الدار. وهذا هو الشكل النهائي ديالو. من بعد ما صافي دابا غادي نديرو في القريعات ديالو ويبداو يفطروا به وليداتي في الصباح، فكتعد وجبه كامله. هنا تقدموه تعطيوه لوليداتكم مع الحليب ولا مع الياغورت كيف انايا غادي نعطيه ليهم. شفتوا هنا الياغورت ديال الدار، راني ديجا منزلاه معكم في القناه، غير دخلوا وديروا في لا ريشيرش الريب ولا الياغورت منزلي ام العربي راه غادي يعطيكم. صافي هنايا كنقدموه، هذا هو الشكل النهائي ديالو، كيجي رائع لذيذ. جربوه وردوا عليا خبار، وبغيتكم تجربوا هذه الوصفه لانها جات لذيذه، راه غير هكا ديروا ليهم في لي بوش ديالهم ولا في شي بواطه وياكلوه غير بالمعلقه، غزال بزاف بزاف. اما مع الياغورت والحليب كتعد وجبه كامله.